السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الأخيرة من قناة السعودية. أبدأها بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان ملك بوتان بذكرى اليوم الوطني ورئيس لاتفيا بمناسبة تشكيل حكومة جديدة برئاسته. تحت رعاية سمو ولي العهد، سمو أمير منطقة الرياض يتوج الفائزين في الحفل 72 من موسم نادي سباقات الخيل. امتدادا لدعم المملكة المستمر للشعب اليمني، ميناء عدن يستقبل الدفعة الثانية من منحة المشتقات النفطية السعودية. أهلا بكم. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيات تهنئة لجلالة الملك جيغمي كيزار نامجيل وانغشوك ملك مملكة بوتان بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، ولدولة السيد كريسيانيس كراينس رئيس وزراء جمهورية لاتفيا بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته. تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، توج صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض الفائزين في الحفل 72 من موسم نادي سباقات الخيل في افتتاحية البطولات الكبرى للفئة الأولى بكأسي ولي العهد في نسختها 57 للخيل المنتجة محليا والمستوردة على أرض ميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية، وتبلغ جائزة كل كأس 1,000,000 ريال. وبعد نهاية الشوط العاشر سلم سمو أمير الرياض كأس ولي العهد للإنتاج المحلي للفائز بالمركز الأول انغيمش العجمي بعد فوز الجواد المبير. بعدها توج سموه عقب نهاية الشوط الأخير الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز بكأس ولي العهد للإنتاج المستورد عقب فوز الجواد ماي فرانكل بالمركز الأول. صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير فهد بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، وسيصلى عليه إن شاء الله يوم الأحد الموافق للرابع 24 من الشهر الخامس من عام 1444 للهجرة بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون. اختتمت أعمال معرض جدة الدولي للكتاب والذي يعد ثالث المعارض التي تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة هذا العام بعد معرضي المدينة المنورة والرياض، ويأتي في إطار خطة التوسع في معارض الكتاب ونشر ثقافة القراءة. وحظي المعرض بإقبال كبير على مدى 10 أيام نظرا لتميزه بالشمولية في الفعاليات وتنوعها. يحتفي غدا مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية باليوم العالمي للغة العربية 2022 الذي وافق 18 من ديسمبر من كل عام في مقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، ويقام الاحتفال تحت عنوان اللغة العربية في الأمم المتحدة مسيرة 50 عاما، ويأتي بالتعاون مع الوفد الدائم للمملكة لدى المنظمة الدولية، وذلك خلال يومي 19 و20 من شهر ديسمبر. المزيد في هذا التقرير. باليوم العالمي للغة العربية، اللغة التي ساهمت في الحضارات والثقافات الإنسانية على مر العصور، وهي التي أنزل الله بها كتابه القرآن الكريم خاتما به كتبه المنزلة. 18 من ديسمبر من عام 1973، أي قبل 50 عاما تقريبا، قررت الأمم المتحدة إدراج العربية ضمن اللغات الرسمية التي يعمل بها في مقرها، وأصبحت أولى الكلمات الناطقة في المحافل للدول المتحدثة بها. فحضرت اللغة العربية سياسيا واجتماعيا وثقافيا حتى غدت ضمن اللغات الرسمية 6 للأمم المتحدة، وهي العربية، الصينية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الإسبانية. لغة الضاد
تقف حروفها في أرفف المكاتب والجامعات والمدارس شامخة أمام جميع اللغات العالمية، كيف لا وهي شديدة الصعوبة على متعلميها الجدد، فبعض كلماتها تدل على عدة معاني، مما جعل العرب قديما يتباهون فيما بينهم ببلاغتها، مجسدين من خلالها أشهر القصائد والرسائل والأحداث. عام 2012 احتفت اليونسكو للمرة الأولى باليوم العالمي للغة العربية، وكرست هذا التاريخ السنوي لإبراز إرث اللغة العربية ومساهمتها العظيمة في الحضارة الإنسانية. وبحسب إدارة الأمم المتحدة لشؤون الإعلام، تعد اللغة العربية ركناً من أركان التنوع الثقافي للبشرية، وهي إحدى اللغات الأكثر انتشاراً واستخداماً في العالم، إذ يتكلمها يومياً ما يزيد على 400 مليون نسمة من سكان المعمورة. كثفت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة جهودها التوعوية خلال موسم العمرة للعام الحالي من خلال تقديم الخدمات التوعوية والإرشادية لضيوف الرحمن من المعتمرين، وذلك بتكليف عدد من الدعاة والمترجمين عبر مواقع العمل المختلفة في مكة المكرمة. وأوضح الأمين العام للتوعية الإسلامية محسن الحارثي أن الأمانة جهزت العديد من الشاشات الإلكترونية في مصليات المنطقة المركزية لبث الرسائل التوعوية وتوضيح فضائل مكة المكرمة وبيان جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن بلغات عالمية، كما تم تكليف عدد من الدعاة والداعيات للرد على أسئلة المعتمرين من خلال كبائن التوعية المنتشرة والهاتف المجاني للرد الآلي على مدار الساعة. انطلق اليوم الملتقى السنوي الرابع لأسر ذوي الإعاقة والذي تنظمه جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار وطن طموح، ويستمر لمدة 3 أيام بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وبهدف تسليط الضوء على الجهود المبذولة في مجال رعاية ذوي الإعاقة والتعرف على كيفية تأهيلهم وفتح باب التعاون للمؤسسات لتنمية قدراتهم وتعزيز دورهم في المجتمع لإيجاد فرص عمل للكفاءة المؤهلة من ذوي الإعاقة والاهتمام بأسرهم وتحسين حياتهم. وصلت إلى ميناء الزيت في محافظة عدن اليوم الدفعة الثانية من منحة المشتقات النفطية السعودية، وشملت المنحة 40,000 طن متري من مادة الديزل و30,000 طن متري من مادة المازوت، ويأتي ذلك امتدادا لدعم المملكة المستمر للشعب اليمني بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله، واستجابة لطلب حكومة الجمهورية اليمنية لمساعدتها في توفير المشتقات النفطية لتشغيل أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في أنحاء الجمهورية اليمنية. مع دخول فصل الشتاء في منطقة المدينة المنورة، تتزين المائدة عند أهالي المنطقة بالعديد من المأكولات الشعبية الخاصة لفصل الشتاء، ويتم تقديمها كضيافة للضيوف طبعا مع القهوة العربية، وهناك وجبات تكون رئيسة على الموائد وتعتمد مكوناتها على ما يتوفر في البيئة المحلية من مواد متنوعة. توقع المركز الوطني للأرصاد انخفاضا ملموسا في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية والشمالية الشرقية والوسطى من المملكة، في حين تستمر توقعات هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير وجازان والمرتفعات الجنوبية، قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة. انتهت نشرتنا، بقي أن نذكركم بأبرز ما جاء فيها. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان ملك بوتان بذكرى اليوم الوطني ورئيس لاتفيا بمناسبة تشكيل حكومة جديدة برئاسته. تحت رعاية سمو ولي العهد، سمو أمير منطقة الرياض يتوج الفائزين في الحفل 72 من موسم نادي سباقات الخيل. امتدادا لدعم المملكة المستمر للشعب اليمني، ميناء عدن يستقبل الدفعة الثانية من منحة المشتقات النفطية السعودية. شكرا لكم على طيب المتابعة، تصبحون على خير، دمتم في حفظ الله ورعايته.